وقت صلاة الظهر الظهر هو وقت الزوال، أن الشمس تكون في منتصف السماء. نفس ما تقول على رأسنا بالضبط، أن الشمس ما يكون عندنا ظل. طبعا في البحرين يكون عندنا أن الزاوية مختلفة في خط الاستواء ما بيكون عندنا ظل. طبعا العدم الظل في يومين في السنة. أيوة، الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي. وبعدين يبقى نفس ما قلت، حنحسب ان الشمس متى بتكون في منتصف السماء ما نعتمد على الحمر، نعتمد على القرص نفسه. سقوطه. ايوه، شروق الشمس القرص تحت الافق بدرجه نفس ما قلت 0.00001، وغروب الشمس اذا سقوط القرص اختفى درجه بزاويه 0.00. لان الفرق بين هالتوقيتين يعطينا ان الشمس في منتصف السماء بالضبط، لكن اذا اعتمدنا ان الحمره المشرقيه تروح فالوقت زياده الشمس تكون نازله، ما بيعطينا المنتصف، ما بيعطينا بالضبط، بيعطينا شويه انحراف، يعني كانه خروج القرص من منتصف السماء وكانه في حال الغروب، كانه في حاله النزول. فاحنا نروح بين الشروق والغروب الضوئي. السقوط اللغوي، سقوط القرص مباشرة. فهذا ينتج منا شنو؟ ينتج منا أن الأحوط تأخير أذان الظهر 5 دقائق أو إقامة صلاة الظهر يعني بخمس دقائق. وهذا أنا وجدته في بعض الأوراق مكتوبا لبعض أهل العلم يأمر بتأخير صلاة الظهر ب7 دقائق من بعد أذان الموجود في التقويم عندكم، يعني الوقت الموجود تأخير صلاة الظهر 7 دقائق. ليش؟ لأن هذا حسب الفرق بين سقوط القرص وبين الغروب ربع ساعة، بس 7 دقائق ونص تقريبا الفرق بينهما. ويكفي في هذا الاحتياط تأخير صلاة الظهر 5 دقائق، لأن يكفي لنا في الاحتياط ارتفاع الحمرة المشرقية إلى ربع الفلك، ترتفع عن هذا 10 دقائق، تأخيرها إلى ملء الظلام أكثر، ارتفاعها أكثر، هذا بعد أحوط. بس أكثر علمائنا يفتون بهذا، يحتاطون بمقدار 10 دقائق. فإذا يصير في صلاة الظهر يصير تأخير صلاة الظهر بمقدار 5 دقائق هو الأحوط. وأحوط منه